كتير، فبتعوضها في الكوره ان انت مثلا سهر او خروج مع صحابك، او انت شايف مش انه مركز. حياه لعيب الكوره صعبه؟ طبعا شايف حياه الكوره، لعيبه الكوره صعبه جدا، من اكل، بتحرم نفسك من اكل، من حاجات كتيره، طول الوقت مش موجود مع اهلك، معسكرات كتيره طول الوقت، سفر كتير، انت حتى بتسافر بتبقى قاعد في اوضتك، بتبقى مركز في الماتش 24 ساعه. طب ما قدامكش حل غير انك في الماتش مثلا لو بتحاول تفك شويه مع احنا مع بعض مثلا، بتبقى وقت قليل، انما انت بتروح تقعد مثلا بالاسبوع مثلا في اوتيل او في حاجه في معسكر، فالموضوع لا بيبقى صعب يعني. يعني انتوا لما بتروحوا معسكر ما بيبقاش في وقت انكم حتى بره التمرين وبره ال لا ما بنخرجش طبعا، ممنوع الخروج، بس احنا بنتجمع بقى عند اوض بعض، بنتكلم بتقعد في بنهزر اوضه مين؟ بنلعب. انت مين بيقعد معاك في الاوضه لما بتروح معسكر فريق؟ لا في الفتره دي كل واحد بيقعد لوحده عشان الكورونا، لكن انما قبل قبل كده كده يعني طول كان الوقت صالح جمعه يعني. مين اكتر؟ صالح جمعه. لانه معايا من واحنا صغيرين يعني، صالح معايا من وانا عندي 14 سنه او 13 سنه كمان، فصالح عارفين من بعض من واحنا صغيرين، كان هو برده في ام بي وانا في الاهلي، فكنا دايما مع بعض، ولما بنروح منتخب شباب كنا مع بعض برده، فلما كبرنا وجي الاهلي فبقينا بنقعد برده في اوضه واحده. وقبل صالح ما يجي الاهلي كنت بقعد مع صبري الرحيل. مع صبري الرحيل. صالح ايه بتتكلم معاه؟ بنتكلم معاه لانه جيلي كوره يعني. في الكوره طبعا يعني ما بقول لحضرتك، هو جيلي وطبعا هو عارف يعني هو عايز ايه من 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 حياته، وهو شخصيه محترمه وشخصيه يعني هو يعني غلبان يعني، لما تيجي تتكلم معاه هو تفكيره ولعيب كوره تقيل جدا، وتفكيره يعني غلبان وهادي، بس ساعات بيتجنن كده شويه، بس يعني لا اتمنى له طبعا التوفيق، واتمنى له ايه اكتر او اهم نصيحه قلتها له وتحب تقولها له دلوقتي قدام ملايين الاهلاويه اللي بيتابعوك يا رام؟ لا يعني اتمنى له طبعا ان هو يركز في حياته الكوره زي ما احنا اتكلمنا من شويه، لان حياه الكوره صعبه جدا، فاتمنى له ان هو يركز فيها. هو طبعا الفتره دي بقى مركز فيها كويس جدا، وبيتمرن بشكل منتظم في النادي وفي الجيم. شايف انه صالح ممكن يبقى جاهز قبل نهائي افريقيا؟ يعني ممكن يخش فورمه الفتره دي هو ماشي كويس في الجيم، وبيتمرن كويس مع الفرقه، ومركز في الفتره دي كويس جدا يعني، احنا شايفين ملاحظين ده في التمرين، فلا اتمنى له طبعا التوفيق، وهيفيدنا كتير يعني. والعلاقه بينه وبين فايلر بتشوفها ازاي؟ لا علاقه كويسه يعني، حتى الراجل بيديله حاجات ان هو يتمرن في الجيم، ويتمرن بعد الجيم، وفي لو تمرين لوحده بيمرنه، فالراجل مهتم بيه، والراجل بيديله حاجات ان هو يزود مع نفسه، لان ده طبيعي، لان لو انا بعيد، لو انا رامي بعيد عن الفرقه طبيعي هاخد حاجات من المدرب ازود فيها مع نفسي، فده اللي بيحصل مع صالح، فاتمنى له انه يرجع بالسلامه، ويعني يرجع لنا والله. واحنا كمان نتمنى، واحنا كمان والجمهور الاهلي كله يتمنى. طيب وائل جمعه جوه،